هدية قال لك كادي قهوة أونسيان هدي تاع رون بوان تاع بون بلون، هاي قهوة تاع الزمان هدي. ها هنا رانا في البون بلون، شفت الباب تاعو كيفاش، ها الآطار هدي يا صاحبي، شوف هدي قهوة هادي. ومعنا جمال، ديما جمال يحكي لنا شويه على مغامرات عنابة. هو جمال هاي يا خويا، السلام عليكم. واش السلام ورحمه الله وبركاته. بصح واش القهوه دي بك اخي، واش القهوه تاع منا هذيك؟ القهوه هذه القهوه تاع واحد يقول له نعيطوا له عمي عزيز، يا ما لا فامي تواريف تواريف. وقت الاستعمار كانت قهوة؟ لا. وش كانت قبل؟ الاستعمار كانوا لي بينوار لي كولون لهنا لمالتي، دايرين مكوارة ودايرين ميربيون بيتاي كوشان، الواحد كوشان بلان هذاك. كانت كوري اون ديري. نص كل كانوا هذا البون بلان نص كل كانوا الأغلبية مالت لهنا. الأغلبية كانت مالت وكاين عرب. والمالت كانوا يربيوا البيطاي يديروا يربيوا الكوشان يربيوا المواشي تاعهم هكذا. وبعد كيف جات لاني باندون ما راحوا هذوك المالت ولاو حداهم العرب، نص السكنات سكنوا فيها مع عرب، نص هذوك الكوارا من بعد بناو فيهم ريبوهم. ثم هذه قهوه فوق بعد الاستقلال هذه في ولات قهوه قلبوها قهوه من الكويت ولات قهوه. وك عجبني يا جمال اخويا بالزهاره، واش سخانه اليوم؟ صحيح بالكرتونه تشوف تاع البلاد تحب تزهر. انا بالكرتونه شكون يشفع لها قبل الكليماتيزار وقبل الفونتيلاتير؟ انا طوندون كليماتيزار في الدار، مي كي تقول لي برا واش راح دير الفوق الكرتونه والشغل جمال يضحك يدير ريتريك هذا اللي ناضوا عليه جدادنا، والواحد كيف يقول هما المروحه 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 ترميناطور جمال على بالك وجهي تعجبني يا جمال، ربي يرحمنا برحمته ان شاء الله. قلت لك من بعديك شنو كان اكسبون بلان؟ اها هذا اكسبون بلان ابري صافي با لونتون دركا ولا رامبوان لي فرار قايل. لي فرار قايل هذوما يا بي تي سي بلي بروش يسكنوا كانوا هنا المونيمون تاعهم احنا تاع شو هذا سيت اكزاكت. هذم لي فرار قايل ولاد خالتي يمينة شهداء في زوز ربي يرحمهم. واحد توفى جهة جبل هوارة جهة قالما قالما، واحد توفى هنا في الكاتريام ولا السانكيام ريف لا سيتي جوانولا. جمال قلت لي الطفل الصغير اللي بيبي اللي كي تصدموا عليهم نوري نوري مازال عقيدة الحياة يسكن في كي ماتوا الشهداء كان معاهم هو؟ كان بيبي مات تم وباباه في الدار. هو بيبي جبدته خالتي يمينة من تحت امه بالدم وكلش ما كان مازال حية؟ وي بيان سور مازال حي هو، وكاين واحد اخر لو سال ريسكابي هما كانوا جروب دو 14 ولا 15 ولا مانيش عارف اكزاكت كيف ما لو سال ريسكابي بوهروم وجوال كاتشما نسيت اسمه هذاك لو سال ريسكابي اللي منع من الجروب هذوما اللي ماتوا هنا تسمى هرب كي صدموا هما لي فرونسي كروشاج. اي تسمى سوف كي بو هذه باينة الرصاص يجبد و إيه هو السلطة من بعد كي ماتوا أصحابه ما ينجمش راح يكون باطي صح يقعد وحده ممكن فضلوا المينيسيان ممكن حاجة كيما هكا سلطة الصور للواد من ذا الواد الواد من هنا باريتي القاس على صبعه كي سطع الصور ما نعرف جات وين بال في صبعه ولا في يده ويقولوا كيف النقطة ما كوش تبهرهم تلا لي قنبيتا هذا هو خاطي هو لا بهرهم وين تروازيام ارونديسمون تروازيام وين الكاتشوما دي باسي والكاتشوما كيف نعودوا راهي التروازيام ارونديسمون تم
هذا هو لو سيرفيس كافي ديالو. قلنا نوري بيبي هذاك باباه شهداء ربي يرحمه من توفى، وكان بيبي ثانا الى ريسي منع وطول ربي العمر ومازال عقيد الحياه وفي سيدي عمار. انسان طيب ثانا عاقل. واش نوض واش نوض فامي تاعو هذا نوري ما عندكش ما تعرف نوري لونون فامي تاعو ولا ماني عارف ما عنديش عليه معلومه مي با نعرفو كبرنا مع بعض. حسب الام تاعو باباه اللي توفى ولا هنا كانوا هو باردون فا عندو دراري دروك سيدي عمار مبار وليدات. لو باباه شهيد في اسمه كي باباه مات وامه مات تسمى كانوا ما كانوا مع جماعه اللي توفاو مع تلط مع جماعه اللي توفات الشهداء. بيان سور الشهداء ايه حكيت الاسم تاعو حبي يقول باباه وامه. دروك احنا الشهيد مش محتم غير ليها السلاح ومات في شوندونار في الكومبا على خاطر احنا في شهداء عندنا. اللي يلموا الاشتراك منادين في الدايين اللي يجيبوا الدواء اللي طيبوا اللي وكلوا الجيش اللي كذا ثم كل بيزو كيموت شهيد و... كل مجاهدين صح؟ مجاهدين فهمت مش لازم حتى يكون غير هالسلاح باش يكون شهيد لا ربي يرحمهم وربي عند ربي حيين يرزقون وربي يرحمنا برحمته ان شاء الله يا رب وحرونا ويكثر خيرهم ويزودوا لهم بالرحمه وكانوا ابطال وكانوا رجال وعندهم حب الوطن وعندهم حب الامه هذيا مش باش هم ما كانوش باش يخبوا على الوطن باه يطور ربي عمارهم ويعيشوا فيه ويديروا كيما راهي قاعده تدير شي ناس درك دير شاط ودير ما نعرف شواش ودير ودير واحفر واحفر هما ما خمولهاش هذيا خموا يحروا الجيل هذا خموا يحروا الجيل هذا ما خموش باش يقعدوا حيين وينهبوا البلاد ما خمولهاش يكون حبوا باش يقعدوا حيين وينهبوا البلاد. كانت السلطة الاستعمارية في ذاك الوقت روندي هو مجبل ونعطوك حتى لو شاطو تاع روشيليو في فرنسا كانوا طبات كيما كيف نقولوا عميروش كيف سي الحواس كيف سي علي ملا 28 سنة في عمره مات عميروش على بالك 28 كيف بالمهيدي كيف العقيد لطفي هذوما كون سلموا رواحهم لفرنسا ممكن تعطيه الشاطو تاع روشيليو تقول له عيش ترونكيل فهمت مي هما ما قبلوهاش ما قبلش باش يعيش في شاطو هو هما ذاك الوقت الهدف تاعهم لازم يحروا هذه الأمة وحروها مهما كانت التكلفة ومهما كانت مهما كانت التضحيات ومهما كانت ومهما كانت الهدف تاعهم باش يحروا الأمة هذيا وحروها الأمة هذيا وشبر من الجزائر ما راحش شبر من الجزائر في لاكور ديفيان سي مصطفى دحلب واللي داروا نيغوسياسيون مع لي فرونسي مع المستعمرين في لاكور ديفيان الصحراء ما قبلوهاش تقعد تحت السلطه الاستعماريه ولا نعطيو نعطيو لانيبوندون بس الصحراء تقعد في التفاوض كبار وبزو قال لهم لا الفوق لالجيري كومبليتمون صح ويكثر خيرهم كانوا ابطال وربي يرحمهم وربي يرحمنا برحمته ان شاء الله. والجيل هذا اللي دا المشعل كيفاش اسكو قاعد يستمر في نفس النضال والا لقاوها فرصه لقاوها فرصه باش 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 يعملوا كيما يحبوا هما. كاين ناس الله يهديهم ان شاء الله الله يهديهم كاين ناس ما حسوش وما عندهمش احساس بهذا من الشهداء وبهذا من الابطال المعاناة تاعهم والمعاناة نتاعهم وما حسوش باللي اللي زارفنا ما حسوش وما حسوش وما حسوش باللي بلي سيدار وما حسوش لو نعرف في سكينجار على خاطر عندنا واقيلا خلف تاع مليون ومية شهيد مليون ونص شهيد تقريبا واحد 800 ألف ولا 900 ألف يتيم دي زارفنا
كاينه واحد واقيلا سميل ولا سميل فا مرمالا ماتوا رجاله رجال تحماتوا في الجاد ماتوا في كذا ماتوا بقاو مساكن هذاك لي باس الدراري تاما ومربين هماتهم ونعرف انا حليمه الجنديه ما تزوجتش على ولادها مات راجلها ما تزوجتش على ولادها وخدمتها خدمه الفيدا وخدمه الماكي لا اله الا الله خالتي يمين ام لي فرار قايل هذوما امها ما ماتوا لها ولادها ومات راجلها ربي يرحمها مولادها شهداء وموفي راجلها وبقاو لها الصغار بقى لها عبد الرزاق وبقى لها البنات مانيش عارف البنات ما نعرفهمش بس ما زوجتش عليهم كلات عليهم الحلوه والمره وكبرتهم وكذا والحمد لله اليوم رام بديارهم ورام جداد دي كرومتار بالبنات بعبد الرزاق او كرومتار وليداتو في لابوليس عاقلين متربيين سيدي بون فامي او كرومتار الحمد لله بالك البنات انا دي كرومتار ما نعرفهمش بنات خالتي يمينه وانما هاد من الناس ما حسوش بالشيء هذا كامل يحسبوا في الالجيريه ذي جابها الريح جات كاكا اي فرنسا مدت لنا الاستقلال كاين واحد يقولوا كاين تسمع هكا فرنسا مدت لنا الاستقلال فرنسا راقدين راقدين هذم في الديار وفرنسا قالت لهم ارواحوا راكم حرين جامية فرنسا مدت لنا الاستقلال ولليوم وغدوه مش حبت لنا الاستقلال لليوم وغدوه مازال تشعل لنا في النيران مع جيراننا تعمل في المكايد تعمل لنا في المكايد تعمل لنا في المصايب مع جيراننا هنا في المغرب بعدانا المغرب ما زالت اليوم وغدوة ما زالت اليوم وغدوة تفركت لنا احنا الشعب واحد بين المغرب تونس الجزائر احنا شعب واحد معنا حتى فرقة احنا المغرب العربي أمة واحدة شعب واحد دين واحد لغة واحدة مذهب واحد مالكي كلنا يعني المشكل في السلطات المشكل ولات فيها تقسيم وولات فيها ما نعرف شو شنية سلطات وما كاين سلطات هاربين للغربيين وهاربين لليهود عليهم من عل ومانيش عارف على جانب أغراض شخصية على جانب أغراض شخصية ماشيين مع الناس هذوما على خطر على واه ما همش بوزيتيف قال باش قادر على الحكم خايفين على ارواحهم حامين ارواحهم حامين ارواحهم بامريكا وحامين ارواحهم بفرنسا وحامين ارواحهم باسرائيل مش وثايق في روحه ما عندوش لا كومبيتونس دي باش يثيق فيها في روحه فهمت ولا كونسيونس بروفيسيونال تاعهم ماهيش كافيه للتسيير خايف على روحه وخايف من المعارضين وخايف وخايف ولا يولوا منضمين للغربيين وإنما الغربيين الغربيين تمشي ما يمشيوا معك مش ما يمشيوش يمشيوا معك على فايدتهم على مصالحهم مش يمشي معك في مصالحك ولا في مصالح الأمة تاعك ولا باش يخليك تربي الأمة تاعك على إنسانية وعلى أخلاق وعلى دينها وعلى كذا وعلى حسن جوار وعلى ما أنيش عارف باش تليق هذه الأمة بعضها باش يخلقوا الكونترار يخلقوا لي كونفلي ويكريوا لك لي كونفلي ويكريوا لك كذا ويكريوا دي بارتي ما نعرف بوليتيك ومخلصينها من تحت لتحت وشوشنية ومعارضات ويحبوا بعد يدخلونا في الانقاف في الانفصال في الانفصال وكيما شفنا في بعض الدول العربية ياسر دخلت في حروب أهلية ودخلت في انفصال انفصل للشعب على السلطة ومبعديكش حتى من الشعب ولات عصابات ولات ما نعرف مرتزقات ولات 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 أنا قاعدين نشوفوا فيها الحمد لله بربي احنا عندنا رجال عندنا رجال مازالوا إسوة من طرف المواطنين إسوة من طرف السلطة عندنا رجال مازالوا واقفين وبربي ما نوصلهاش مهما كانت ما نوصلهاش ومهما كان اللي يحب يوصلنا بربي ما نخليوهش يوصلنا مهما كان سيفته ما يخلينا ما نخليوهش يوصلنا ان شاء الله ما توصلش ما نخليوش واحد يوصلنا للفتنة هذه لا ما نقبلوش واحد يدخل
يدينا دوتر ما باش نسكو الدماء كما قاعد نشوف انا في ولادنا لهيه. كاين بعض ولادنا لهيه نجمو نسميوهم شكون هم هذو خالصين عندهم يد مع اليهود ومع الغربيين كما فرحات مهني كما برشا قاعد نشوف فيهم يهدروا يطيحوا في الوطن هذا مدعومين مدعومين من طرف اليهود من طرف امريكا من طرف انجلترا من طرف الغربيين الشعب فايقه ما يجمش يكلحوهم صاي كل قاعد وقت الاعلام لا الله يهديهم ان شاء الله لكن انت باش تقستي في وطنك ممكن ما نعرف راح لك حق في وطنك مع باليش كما ساديبا مما توصلش باش تخمج وطن اللي منه أصيلتك وجدادك وأهلك وناسك وطيح فيه هذا عيب عيب وعار وهذا عيب كبير هذا عيب 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 ما من الوطن هذا ما عجبكش بس حان فيه أهلك وناسك اللي ديسوندون تاعك سي دي زالجيريان قمام الرجوع إلى الأصل فضيلة كي تولي الأصلك فضيلة وما ينكر أصله حاشا المصنطين وحاشا خاوتي إلا الكلب ما ينكر أصيلته إلا الكلب هذا وطننا ما عجبتكش روح طيب ما ليش ربي يعينك وربي يحسن عونك وربي يوفقك ماش تروح انت للناس جيمي نابل تقول لما بلادي فيها وفيها والخودات تاعي وكذا خلي يدي حاجة كي نبحوه كيما الكلب وفضل خلي ينبحوه هم قادلين ينبحوه أمين بحو يا الجزائر قاعدة تعيط على أولادها سبحان الله اللي قادر يخدم يجي اللي قادر ينفستي يجي اللي ما عنده السكن وفردروا يجي يدي سكن جزائري وفردروا باش تخدم كيكونوا عندك لي كاباسيتي وتكون باش خدام وعلى شنا حتى لهنا يسهلوا لهم شوية برك هنا البيروقراطية كاينة شوية بيروقراطية نطلبوا من السلطة تسهل الناس السلطة يتمد ولكن كاين ناس كاينة بيروقراطية السلطة الحمد لله فيها ناس مسهلين هي دروك السلطة كاين ولاد الفاميلات وكاين شوية ناس شوية يحبوا يعقدوا أمور ومن هنا ميلا خلي الناس تجي على أرواح أولادنا اللي يجي مرحبا بيه اللي قادر باش يخدم اللي قادر ناس متقفين عندنا ناس علماء عندنا ياسر عندنا علماء عندنا ناس ديزانفستيسور أغنياء بموالهم يحبوا ينفستيو مرحبا بهم باش نطلبوا من الناس هذا ما يديروش العراقيل للناس هذا هو المطلوب فوالا ما يديروش العراقيل للناس كيف تدير عراقيل للناس كاين ناس واصلين دي سوبريار انت خالص الحمد لله وش ما بقى لك ما تزيد ما نعرف حب تفكر منا ولا منا ولا من خلي الناس تخدم وكاين ناس مخلصين وكاين رجال مخلصين ومش حابين مي هو اللي يوصل كيما نقولوا ولقى عراقيل يوصل الناس عندنا رجال في السلطة يوصل لهم ويسهلوا له وكلش ما كان حتى ذم الناس اللي قاعدين يديروا في العراقيل عنا سلطة اللي تحكموا تحاسبوا الحمد لله قاعدين يحاسبوا السلطة دي احنا عندنا ياسر دربا فهم السلطة قاعدة تحاسب دي مينيستر في الحبس دي رؤساء حزب في الحبس دي جينيرو دي ميليتار في الحبس وعلى السلطة اللي تلقاه خرج دار شي مش مليح قاعدة تحاسب مش مين روحوا تدريجيا مش في بين سمشوا ضحاها باش في نحاسبوا امه كامله ونحاسبوا ما نعرف لا روحوا تدريجيا بالعقل وبربي تصفى وتعيا لاباس والحمد لله مادام كاين رجال واكين عليها بربي ان شاء الله تصفى احنا درك ما نشوفوش لنفوسنا احنا اللي وصلنا للستين والسبعين والخمسين سنه نشوفوا الجينيراسيون هذوما الرقاق اللي على اللي اعمارهم ما تتراوحش بين 20 و15 سنه و5 سنين على خاطر فيت في الوقت تري رابيد هذو ما لازم نشوفوا لهم حلول كي يوصلوا 20 طان 30 طان باش ما يلقاوش رواحهم رايحين فريت جار دون لا ديلانغونس وما نعرف شو شنية يلقاو رواحهم ديما يلقاو مستوى مليح يلقاو البلاد متحسنة يلقاو حقوقهم يلقاو كذا يلقاو الأعمال يلقاو رجال يوجوهم وهذا يوصل هذا ونروحوا بربي بشوية كيما كنا
دافون لي 54 كنا في حاله نجدادنا كانت في القرابه وكانت مع باليش وخدامين عندي كولون وروح وروح وجات ساعة الفرج وكانت رجال وهي فرجت وهنا ولينا في الباتيمات ولينا في لي غرون زوتال ولينا ما نعرف نمشي فوق الطبيروج ولينا الحمد لله نعمة دي صح تميمة باش جي بين سمش وضوحة لازمها وقت لازمها أفكار لازمها نطلبوا إن شاء الله من الناس هذوما اللي قارين ما محطة البرة في الخارج يدخلوا يعاونونا لهنا يدخلوا يعاونونا لهنا احنا محتاجين لهم ياسر أولادنا هذوما اللي عندهم دي ديبلوم عاليين أن أوروب وأن أميريك جيبوا أفكار إيجابية يجي ويعاونونا لهنا نسحقوهم يعاونونا على الأقل نشوفوا كيفاش نحاربوا هذه الآفة هذه راي آفة آفة محيطة آفة مش كما نقولوا آفة نحارب الجهل آفة جهل صح آفة كبيرة آفة جهل الذي والجشاعة تاع الناس وهذه باش تحاربها تحاربها بالعلم والذرافة مش تحاربها بفيزي متراير كما رانا نشوفوا في في خاوتنا في بعض العرب يقتلوا في بعضهم فيزي متراير وبلانسر وكات هذه تتحارب بطريقة علمية علمية بالعلم بطريقة فكرية بطريقة ثقافية بطريقة حضارية مش نخليوها مركنا نو وبربي إن شاء الله بربي ممكن احنا نعملوا نداء للناس هذوما يجيوا الوطن ذا وياكوا برسك ذي مهما كانت هي بلادنا تروح وين تروح مليحة بلادنا وما هيش مليحة المهم بلادنا ولا مش مليحة وعليه ما نقلبوهاش مليحة نخليوها مش مليحة هاي بلاد هاوي بلادنا مش مليحة يا لا صالي خلي تقعد مش مليحة ولا تقعد مش مليحة هذا بخل الحسد ولا ما نقلبوهاش وردة بين الزهار صح وش ناقصنا احنا البترول عندنا الماء عندنا الموال عندنا الشيء اللي ناقصنا الأفكار اللي ما عندناش ومعظم الناس اللي يعني عندها أفكار برسونال أفكار نفسه برك يخمم على نفسه ندير ليه ودير على روحك مية كونترينت بافون كي دير ليه لي كونترينت بافون ولا بيبينيير تاعك انت خلاها قاعدة في الجهل وعايشة بالواحد سي كوا كي دير هنا ودير ليه كي دير كيف نديرو حاجة لكان باش نديرو حاجة مليحة للأمة كاملة ولكن باش ندير لولادي أنا وكيفاش أنا ولادي في نص الأمة دي سي كوا سا سيرا ريان ما تخمم غير على المصلحة تاعك سا سيرا ريان درك نخرج انا ولادي علماء انا بمالي كي نخرج انا ولادي علماء وما نفهمهمش باللي لا كان تخرجوا علماء تكفوا على الوطن هذا زينوا ما بارك ولا كان تخرجوا علماء نخسر عليك وبعد يستفادوا منك الغربيين ويستفادوا منك مع باليش وعلاه موصلك انا 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 نخسر عليك ما يستفادوا كيما درك الطبهم يروحوا يعيشوا في كندا فرنسا الدولة تصرف عليهم وبلك هذيك بلاد كيما نرجعوا هذيك بلاد زايره كي هي قررتك لهنا خليتي لهنا وكبرتي لهنا فهمت الفايده يديوها الغربيين المشكله اللي يسبوا البلاد هذيه اللي قررتهم افهم طب هذا ما يروحوا يعيشوا في فرنسا يخدموا بالسكلاف تما نصهم الفرنسي مش قاعد يخلصوا في كولامون اي بلادك مش مليحه مي معليش انت قريتي طبيب من نهارك من نهارك درك قريتي خرجتي متخرج طبيب ولا جيج ولا وكيل جمهورية ولا ما عبليش ولا إكسبار كونطابل ولا المهم مهما كان الدبلوم انت من نهارك دون 24 تهز الدبلوم منها لازمك شاطو من هنا باش تقعد لهنا على يعني الاقل 10 12 سنه تروح تدريجي علاش دير تبني وتسكن وتلقى روحك لاباس وتفيد ولاد بلادك لا انا تخرجت اليوم هزيت ديبلوم من الجامعه غدوه لازمني البي ونهرب ليه ونفيد الغربيين سا سوي با هذي تسفري شويه يا اما كاين سيدي جان وكاين كاين ناس مسوفريا 30 و 40 وهي اونتران دلا سوفرانس وحمد السلامة حامدين ربي انا واحد من الناس عندي الا فضل ربي سبحانه الحمد لله. عمري ما خدمت في شركة عمري ما كذا نخدم 3 شهور في العام 4 شهور في العام
ويحمد السلامة وعايش براسي في السماء. والحمد لله نحمد ربي ونشكره. وفي وطني ندور حر أطوتار أطوتار ندور حر في وطني ندور براسي في السماء ونواجه أي إنسان ومهما كانت سيفته وصورته على وطن نواجه أي إنسان على خطر على ما هذا وطني وطن الشهداء والبطال هذا وطني وطن الشهداء والبطال لفتيه بكل صفة ما شاء الله وإن شاء الله كل نقوله باش نفديوه بكل صفة حب الوطن وش بيه ويتسرع لأولادك لك الناس عاد تكره بلادها على ما مش نتخلاو على وطننا ونروح وطننا ذا مش مليح علاه نجيه مش مليح ينقلبوه مليح يا خويا علاه مش مليح قادرين باش نقلبوه قادرين باش نقلبوه لا وذوك من بلادهم ناضوا لقاها جنة الالمان شتي فرنسا لقى الالمان لقى المونديال تفلقت كاملة وقلبوها لي فرنسي لقاوا فرنسا جنة لي زونغري لقاوا لانجلتر جنة لي هولندي لي زوطريشيان روحوا لغرويلاند الفوق لغرويلاند وقليل من يعرفهم حتى اللي هيه قليل ما اللي يعرفوها غرينلاند غرينلاند اي تبع الدنمارك فوق خلاص فوق الأوروب خلاص غرينلاند ولا فيلاند وليسلاند راكيافيك لا هذوك ملقاوها جنة ملقاوها جنة لي زالمان لقاوها جنة ملقاوها جنة الحروب الأهلية وشي وقتل الملوك وما نعرف القسا والقرون الوسطى القسا وشي كلاو حتى بعضاهم الفرنسيسي ما كلاو بعضاهم ولاو سيدي مونجار دوم باش وصلوا لي زاميريكان لي نورديست ولي سوديست أكار قريب سنتان ولا ما نعرف لقاوها جنة الأمريكان كي دخلوا لي زوروبيان تما والغربيين لقاوا لي زاباش لا بوروج الأسترالي سيدني الأسترالي ماليها كحولة سيدي بابايا تكتقف الله يبارك ليزي أستراليا آه ما شاء الله سيدي بابايا من بعد من الاقتيالات 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 منعوهم ممنوع تقتلوا لي بابايا قعدت واحد 3000 ولا 4000 منعوهم قال لهم حبسوا اقتيال الأستراليا للأصليين أصليين كحولة سكان أصليين شوف سيدني وين وصلت مش بيها بلادنا احنا وليش ما نوصلوش احنا خير من الكار نوصلو خير منها 39-45 نص لوراب ثابت لي بومباردي تا هتلر اش 24 كالكو سوا اكس في البحر في الارمي تيرستر الارمي اريا اللي الافياسيون تبت بومباردي لي سومارا تضرب لي باتيمون دو غير لي زاديك بيز بس البيز مارك وروحي وروحي ويا تري 40-57 مليون مار 39-45 في اوروبا الروس وحدها 20 مليون الالمان بيرنا ولا التراب من بعد شو الالمان كيما يطلعوها ماليها يحبوا بلادهم اه ولا ما قالوش هتلر مجرم ودار 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 عندهم حب